بعد أشهر قضاها مسؤولون كبار في نظام بوتفليقة ورجال أعمال مقربون منه في الحبس الاحتياطي، قرر القضاء الجزائري الشروع في محاكمتهم قبل 10 أيام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. كل المؤشرات تفيد أن السلطات قضائية وسياسية تريد تسريع هذا الملف، لأن الانتخابات على بعد أيام قليلة وتريد أن تعطي الانطباع أنها تحارب الفساد لتدفع الجزائريين للانتخاب. أولى المحاكمات خصصت لملف تركيب السيارات، ملف كلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة منحها مسؤولون سابقون حصرا لعدد من رجال الأعمال، يلاحقون اليوم بتهم تبديد المال العام ومنح امتيازات بطرق غير مشروعة. وزارة الصناعة كل التي كانت تحت سيطرة بوشوارب هي تعتبر كمؤسسة للنهب والسرقة وسرقة والحصول على القروض بطريقة غير شرعية. وسط أجواء مشحونة في الشارع بفعل الانقسام الحاصل بشأن الانتخابات، يترقب الجزائريون المحاكمة الهامة بين متفائل ومتوجس. المحاكمة تغدو إن شاء الله تهمنا، واللي يهمنا أكثر فأكثر المال تاع الشعب يرجع. هي استغلال الوقت الحالي للانتخابات، وحنا إن شاء الله ماناش رايحين ننتخبوا. الوزيران الأولان السابقان عبد الملك سلال وأحمد أويحيى إلى جانب عدد من رجال الأعمال سيمثلون أمام المحاكمة، فيما يغيب وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب المبحوث عنه دوليا. حالة من الترقب للمفاجآت المنتظر أن تكشفها فصول أول محاكمة للمسؤولين السابقين في نظام بوتفليقة المتهمين بالضلوع في قضايا فساد. أولى هذه القضايا ملف تركيب السيارات الذي ما يزال أبرز المتهمين به هاربا خارج البلاد. عبد القادر الخربوش، الحدث، الجزائر.